طفرة كبيرة شهدها قطاع الصحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وأصبحت صحة المصريين على رأس أولويات الدولة المصرية، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من المبادرات الرئاسية والمشروعات التي أنعشت جسد القطاع الصحي المنهك. بلغت مشروعات القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية أكثر من 965 مشروعاً بتكلفة إجمالية مقدارها 91 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية، وجاءت المبادرات الرئاسية لتداوي آلام المصريين وتنتشلهم من أنياب المرض كمسؤولية تتحملها الدولة تجاه مواطنيها، مثل مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي التي أسفرت عن علاج 4 ملايين مواطن، بالإضافة إلى مبادرة علاج سوء التغذية للأطفال بالمدارس، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة علاج ضعف وفقدان السمع، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد. كما شملت المبادرات الرئاسية واحدة من أهم المبادرات التي سعت للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والعاجلة التي ساهمت في إنقاذ حياة مليوني مواطن. منظومة التأمين الصحي حظيت باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمثلة في تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات بتكلفة وصلت إلى 841 مليون جنيه، كما ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحياً إلى 53 مليون مواطن، فضلاً عن 15 مليون مواطن من الفئات الجديدة التي أدرجت تحت مظلة التأمين الصحي.